نعم سيد سعد الشارع، منذ أن نشأ تنظيم الدولة كان القائد العام لهذا التنظيم أبو بكر البغدادي. قتل البغدادي وهو عراقي الجنسية، قتل بعده قرداش عراق الجنسية. اليوم يتم الحديث عن العساوي من الموصل بحسب فلوجة. من الفلوجة بحسب المعلومات الواردة. إذن هل حصل تنظيم الدولة الخلافة فقط بالعراقيين مثلا؟ نعم، هناك قضية شرعية تتعلق بمنصب الخليفة، يجب أن يكون هو ينتهي نسبه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة ربما في حالة تنظيم داعش تنحصر هنا بين جنسيتين، الأولى هي عراقية والثانية هي سعودية، والأمر هنا مناط حقيقة فيما يسمى باللجنة المفوضة من جهة وبين لجنة الخلافة من جهة. نعم. دائما توصيات الخليفة هي تكون معلمة وغير ملزمة لكلا اللجنتين اللتان تجتمعان عدة اجتماعات لاختيار منصب خليفة لهذا القائد. لذلك يعني أعتقد أن الأمور يعني ذاهبة أكثر نحو أسماء أو شخصيات عراقية، كون أنها هي يعني كانت الأكثر خلال الفترة الماضية على قيادة هذه المرحلة، وحتى سابقا على بناء التنظيم في العراق ثم انتقاله إلى سوريا. أيضا الشخصيات العراقية لديها معرفة أكثر بخلايا التنظيم المنتشرة بين سوريا والعراق، وحتى خلال الأعوام الأخيرة من عمر التنظيم تمكنت بعض الشخصيات العراقية من إدارة الملفات الخارجية هنا لما يسمى بولايات التنظيم الخارجية، وتحديدا نتحدث عن الولايات المتواجدة في القارة الإفريقية. لذلك هناك عدة عوامل ربما تساعد على إبقاء الخلافة بيد العراقيين أكثر من باقي الجنسيات، وهنا أتحدث تحديدا عن الجنسية السعودية. وأعتقد أن الأمور ذاهبة إلى ذلك، لكن اختيار اسم الخليفة ربما يحتاج مزيدا من الوقت، ولا أعتقد أن جميع الأسماء المطروحة حاليا هي ربما من تخلف. حتى بالمناسبة العيساوي هي ذكرت بشكل كامل السلطات العراقية في الشهر الأول من عام 2021 مقتله في وادي الشاي بعملية عسكرية أمنية، وأكد ذلك حتى رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكثير من مصادر التنظيم في ذلك الوقت أكدت مقتل أبو ياسر العيساوي. والآن يتم طرح هذا الاسم من جديد، فهذا ربما يدفعنا للشكوك أن هناك ربما أشبه بعملية التفاف إعلامي من قبل التنظيم لاستحضار أو توليد اسم جديد هو أساسا مقتول أو غير موجود. وأيضا هناك كثير من الكلام بدأ الحديث عنه خلال الساعات الأخيرة أنه ربما أيضا يذهب التنظيم لعدم الإعلان أن قرداش هو من كان الخليفة. هو سمى الخليفة أبو إبراهيم الهاشمي دون أن يقول أنه هو أمير عبد المولى، وكان يعني كان ذلك وقتها محل شك أن ربما التنظيم يعين غير اسم، أو أنه ربما في حال مقتل هذا الخليفة يلتف على الموضوع بإبقاء الاسم الحالي أنه هو من الموجود. حقيقة كثير من الأدوات تستخدمها الماكينة الإعلامية للتنظيم تمزج حقيقة بين الوضع العسكري والأمني، تمزج أيضا بالتوصيات التي تأتي من قبل الولايات من قبل القطاعات، وهنا تتخذ القرار. لذلك أعتقد أن يعني نظرا لعدم أهميته داخل أهمية منصب الخليفة داخل الولايات والقطاعات، ربما تتريث قليلا اللجنة المفوضة مع لجنة الخلافة لإعلان حيثيات مقتل هذا الخليفة وتسمية خليفة جديد.